هذا هتحكينا عن الموضوع. يا اهلا وسهلا، صباح الخير، نورت، تفضلي. يخليك. ذكري اكيد سمعتينا واحنا عم نناقش مفهوم السلام او ثقافه السلام، اللي هي باغلب الاحيان هي حمل ومسؤوليه على عاتق الاعلامي لحتى ينشرها الى المجتمع. صباح الخير، وش رايك بالموضوع؟ هارين، صباح النور. اول شيء احييكم على اثاره هذا الموضوع الجميل والمهم جدا. الاعلامي هو اولا وقبل كل شيء لازم يكون سفير للسلام. الإعلامي هو همزة الوصل بين الجمهور العريض وبين الحكومات والأحزاب والأطراف اللي حابة توصل صوتها أو توصل نظرتها أو الإيديولوجية للإنسان العادي يعني. فمسؤوليته مهمة جدا جدا في نشر الإعلام، في نشر السلام أو العكس. عندك حق. كمان ذكرى من الأشياء المهمة كنا بنتكلم فيها هي التوعية العامة بشكل عام. يعني أنت ممكن تعملي برنامج بيتكلم عن الطبخ، بس تستفيد منك واحدة ست بيت في شيء جدا بسيط جدا يغير حياتها تماما. ممكن هي عندها مشكلة مثلا مع أولادها في الأكل، عندها مشكلة مع زوجها في الأكل، بتتحل، فبيعم السلام في الأسرة. يعني قيسيها على حتى المواقف البسيطة جدا في حياتنا. دور الإعلام مهم جدا. حبيت لما أنت قلتي أن الإعلامي هو سفير للسلام وهمزة الوصل، بس إذا جينا هنعرف الدور الأساسي للإعلامي من وجهة نظرك أنت، مفروض يعمل إيه؟ الإعلامي دوره أنه ينشر السلام من خلال كتاباته أو من خلال تصريحاته أو من خلال حتى تناوله للموضوع. طريقة تناول الموضوع تختلف تماما من إعلامي إلى آخر حسب توجهاته أو خطه التحريري أو حسب هو شو المسج اللي حاب يوصله للجمهور. في هي يكون مثلا صورة، ممكن هو بطريقته ممكن يوصل انها هذه الصوره جدا سيئه او هذه الصوره عندها خلفيه جدا سيئه ويتحكم في الراي العام. بالضبط، او العكس. هو الاعلامي في نهايه الامر هو يعني هو الذي يصنع الراي العام، هو الذي يتحكم في الراي العام ككل. الراي العام هو يصنع في مطابخ المنابر الاعلاميه، فمهم جدا انه يكون واعي بهذا الشيء. مهم جدا انه الاعلامي يكون قد المسؤوليه، انه يكون قد المسؤوليه وان يكون هو بحد ذاته عايش سلام داخلي روحي مع نفسه. صحيح. لانه فقد الشيء لا يعطيه. صحيح. اذا هو مش مسالم او هو ما لا يؤمن بانه السلام لازم يكون شرط اساسي لشغله او للاشياء اللي هو يحب يوصلها، ما راح يقدر يكون سفير للسلام. صحيح. ذكرى، نحن بنعرف اصلا بالاعلام يعني ومن زمان هذا الكلام انه في شغله اسمها ميثاق الشرف الاعلامي. ميثاق الشرف الاعلامي انك تكتب بموضوعيه، بحياديه، تدخل كل الاطراف ويعني وتلم جميع المجالات والاتجاهات وتتبنى كل الاراء. طيب، هذا الكلام كله جميل وين ذكرى؟ على الورق. بينما على الواقع، خلينا نتكلم على الواقع الراهن اليوم موجود. مش كل الاعلاميين اللي طالعين على شاشات التلفزيون بمختلف المحطات الاذاعيه والتلفزيونيه عم بيحكوا مزبوط او بيقدموا الوجبه كما هي او نقل الصوره كما هي دون تحريف او تزييف. احيانا بنلاقي انه في قنوات اعلاميه بتصب الزيت على النار، احيانا بنلاقي قنوات اعلاميه بتغير مستوى وقياده الراي العام، احيانا بنشوف قنوات اعلاميه بس مخصصه للدعايه من قبل وجود الماده، مين يدفع اكثر بنلمع اكثر يعني بالمختصر المفيد. او الصحفي احيانا لما بنحكي بالصحافه الصفراء وبالاقلام الصفراء. يا ريت تعطيني رايك في الموضوع. هو الاعلامي مسؤوليته محدوده نوعا ما لانه دائما يخضع الى الخط التحريري للمؤسسه الذي ينتمي اليها. هو ممكن يقبل او يرفض هذا الخط. اذا رفض يعني هو يكون ما يحب يبث مثلا اشياء سيئه او يحب يبث راي مغاير للحقيقه. اذا قبل فلازم يخضع لكل التعليمات اللي بياخذها من المؤسسه. للاسف في كثير مؤسسات اعلاميه الان صارت خاضعه يعني للاحزاب او لاصحاب رؤوس الاموال، تروج لافكار معينه مغالطه تماما للواقع، وهذه الخطوره، هذه الخطوره الكبرى في المساله. هلا يمكن كمان ذكري اذا نيجي نحكي يمكن مفهوم السلام مختلف من شخص لاخر، او يمكن في كثير ناس ما بتفهم ايش يعني السلام وكيف لازم يكون السلام داخلي من اول لينبع الى الخارج.
أهمية ثقافة السلام بين المجتمع قبل حتى ما توصل للإعلامي، لأنه الإعلامي هو فرد من المجتمع، كيف نوعي المجتمع بثقافة السلام وتعريف السلام؟ السلام هو النزوع إلى الفضيلة والابتعاد عن العنف. السلام هو أنك تختار الحوار في فض أي مشكلة، وتختار الحوار أنك مثلاً أنك تعمل هوية بين الأطراف المتنازعة والأطراف المختلفة، سواء دينياً أو إيديولوجياً أو اجتماعياً. السلام هذا هو مفهومه الضيق. مفهوم الواسع أنه السلام لازم يكون عنوان للعلاقات بين الأفراد في الأسرة وبين الفرد والمجتمع وحتى بين الدول. طيب أنا عايزة أروح للموضوع اللي كان بيتكلم فيه أمجد من شوية، وهو تحريف الأخبار أو تحريف الموضوعات الإعلامية اللي بيقدمها الإعلام بشكل المفروض يكون صادق وجدي. بنشوف مؤخرا ظاهرة الإعلامي الحر اللي عنده حساب على السوشيال ميديا وبيطلع يتكلم في اللي هو عايزه سواء مفيد أو ضار. شفنا كمان بعض المحطات التلفزيونية اللي بدأت تفتح المجال لكل من هب ودب سواء عنده ثقافة أو ما عندوش ثقافة أنه هو يطلع ويتكلم باسم الرأي العام ويقول أن المجتمع بيشتكي من كذا وكذا وكذا. إزاي أنا ألجم وأربط هذه المشاكل أو الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع؟ وسائل التواصل الاجتماعي هي اليوم نعمة ونقمة في نفس الوقت، يعني سلاح ذو حدين. هي وسائل سهلة، يعني صارت تسهل التواصل كثير بين الناس، ولكن للأسف عندها ضريبتها. ضريبة أنه في ناس ما تقدر تميز بين مصداقية فلان أو علان. في ناس بسهولة، يعني بسهولة تتبنى فكر بدون ما ترجع للمصدر، هل هذا المصدر عنده مصداقية أو لا. هذا يرجع مسؤولية على عاتق المستخدم أكثر من الإعلامي أو من اللي يكتب رأيه على السوشيال ميديا. يعني أتوجه بالنصيحة لأي حد يرجع للسوشيال ميديا، للفيسبوك أو التويتر، ويبني أفكاره أو يبني انطباعاته أو يبني آراءه على مسائل معينة، إنه يتحرى قبل كل شيء. هل هذا مثلا هذه الصفحة عندها مصداقية وهي تنقل الواقع بطريقة شفافة ومسؤولة، أو هي مجرد منبر صغير يحاول أنه يبث الفتنة أو يحاول أنه يبث العنف أو يحاول أنه يعمل تعبئة للناس لغاية معينة؟ مزبوط. يعني أنا خطر ببالي وأنت بتحكي ذكرى عن شغلة، أنه أحيانا في شركة وبعدين في مؤسسة وفي منظمة، قديش التأثير على المجتمع بنشر أي ثقافة مثل ثقافة السلام، بأنه الترويج لها إيجابيا، نشر ثقافة مثلا السلام والتسامح مثلا، أو أحيانا على الصعيد السلبي أحيانا بيكون في هناك تأسيس لمنظمات وهي موجودة حاليا ببعض البلدان، منظمات يعني بتدفعي لها مبلغ من المال، والله ما بيحكوا عنك ولا شيء وانت احلى من الحلاوه، يعني ممكن يدخلوك الانتخابات وانت امورك طيبه. هدول الشركات قديش لهم او مدى خطورتهم اذا بيتم استخدام لسانهم كلسان سلبي للمجتمع؟ قديش ممكن ياثروا؟ قديش ممكن يعملوا بلبله وفجوات وثغرات على الساحه اللي اليوم نحن عايشين فيها؟ للأسف عندهم تأثير سلبي كبير جدا جدا، لأنه أنك توعي شخص أو توعيه بضرورة السلام وأنك تتخليه يتبنى أشياء إيجابية وأشياء صحيحة صعب. لا يمكن أنه يحصل بين يوم وليلة، بس أنك تهد الأشياء، يعني المبادئ والقيم والأخلاق، ممكن بصورة أو بفكرة أو بحاجة بسيطة جدا. مثلا في نماذج اليوم صرنا نشاهدها للأسف، أنه تطلع واحدة تقول أنها فاشينيستا أو تقول أنها يعني أنها مشهورة على الانستغرام، مع احترامي الشديد للأغلبية، بس في أنا أتكلم عن نماذج معينة أنها تروج للانحلال الأخلاقي، تروج للربح السهل، تروج للأشياء للأسف تؤثر
تؤثر بسرعة شديدة على عقول المراهقين خاصة، وهذه خطورة كبيرة. نفس هذا اجتماعيا، سياسيا نفس الشيء. سياسيا في كثير مؤسسات قائمة بذاتها وجمعيات، مثلا في جمعيات تقول أو تدعي أنها خيرية ولكنها ربحية. بالضبط، ولكنها العكس، هي مثلا عندها توجهات وعندها اشياء ارهابيه 100%. يعني هي ترهب الناس وتبث الفتنه. للاسف انه هاي الثقافات احيانا تروج، ونحن لما نحكي ذكرى انه في اجيال صاعده احيانا تخرب عقولهم ووضع يعني السم في العسل. هذا بحد ذاته زمان كنا نسمع فيه، بس اليوم الحين بطلنا نحط السم في العسل. نحن بنروح بنشوف السوشيال ميديا، كل واحد للاسف بيقول والله اعلامي. انت مين اللي خلاك اعلامي؟ وليش بتحكي على عليك انت ناشط اعلامي؟ هو نصب حاله بحاله، نصب حاله بحاله وحط حاله بحاله، وبيتكلم بقضايا للاسف، وممكن القضايا هي توصل وبيستغل شهرته بتحريك الراي العام. وهو جمله من مبتدا وخبر ما بيعرف يعربها، جمله مفيده ما يعرف يركبها. صحيح. بس انا عندي سؤال، عايزة استغل رأي أمجد ودعاء اللي هم قالوا إنه في أقلام وألسنة مأجورة وللأسف الشديد لتطبيل لشيء ما أو ترويج لشيء ما. بس الشيء السيء اللي أنا بشوف من وجهة نظري وعايزة أعرف رأيك فيه ذكرى، أحيانا تشويه القدوة الحسنة والموضوعات المسلم بيها أوريدي شيء بيعود بالسلب على المجتمع، خاصة فكرة خالف تعرف. في شخص بيجي مثلا يقول لك لا أنا عايز والله ما اتفقش مثلا معاكي ذكرى في الموضوع المسلم بيه أوريدي والناس كلها معترفة أنه هو شيء جيد عشان أنا أنشهر. شفنا مؤخرا نماذج كده كتير تطلع بس تتكلم في أمور تافهة وتخالف أمور حقيقية عشان خاطر تنشهر. صحيح، بس هذه في نهاية الأمر تبقى بالونات عندها، يعني عندها وقت معين وتروح. يعني الشيء اللي ما عنده أساس صحيح ومبني على طريقة صحيحة لا، يعني ما راح يقدر يحافظ على استمراريته. مثلا اللي تقول إنه أنا والله أنا إعلامية، طيب بتعطي تصريح الناس كلها تضحك عليها، أو تعطي معلومة تبين أنها هي فارغة ما عندها خلفية سياسية. صحيح. أو ما عندها خلفية ثقافية أو ما عندها تكوين أكاديمي، مرة اثنين ثلاثة تتلاشى وتروح. فهما في نهاية الأمر مثل الشيء الظاهرة وبتختفي. بالضبط، مثل الظاهرة اللي سرعان ما تختفي. إن شاء الله يوم بعد يوم الجيل، خاصة الجيل الجديد، يصير واعي بهالشيء وتفشل الأشياء اللي حابين البالونات مثل ما نقولوا يوصلوا إنهم يوصلوها. بس كمان إذا بدنا نيجي نحكي منا وبذكري عن الموضوع بشكل يمكن حقيقي أكثر، يمكن في صعوبات كثيرة أمجد بتواجه الإعلامي في نشر ثقافة السلام. صحيح. في صعوبات إلا ما تكون موجودة بطريقه كإعلامي يمكن بتحد من صلاحيته، واحد ممكن انه هي تحجم بعض الشيء، ممكن في توجهات زي ما انت حكيتي بتجبر الاعلامي انه ينساق فيها. شو هي هاي الصعوبات كمان؟ يمكن احكي لنا عنها اكثر بالتفصيل. من ضمن الصعوبات انه للاسف صار الحين كل واحد عنده موبايل يقدر في اي لحظه ينشر الخبر. يعني طريقه نشر الاخبار صارت سريعه، والمتلقي يعني ما يفكر انه يفرز او انه يشوف المصدر قبل انه يتحرى ويتحقق من المصدر قبل ما يشوف المعلومه. صحيح. الصعوبة الثانية إنه دائما اللي يعلق في ذهن الإنسان هي الأشياء السلبية أكثر من الأشياء الإيجابية. فلما حد يشوف مثلا، ممكن حد يلعب بصورة، ممكن مثلا يصور مظاهرة في الشارع طالع فيها 10 أو 20 شخص، يلعب الصورة بالفوتوشوب ويطلع إنه والله عشرات الآلاف تظاهرت، عشرات الآلاف تظاهرت، قتلة ما بعرف شو، تعلم بسرعة. عارفة دي على كده إيه؟ بتلاقي الفيديو اللي مكتوب عليه شاهد قبل الحذف، ولا شوف فضيحة فلان جايب ملايين المشاهدات، وفيديو ممكن يكون محاضرة تاريخية أو محاضرة ثقافية مش عليه مشاهدات. ذكرى شرفتينا ونورتينا، وشكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم، وإن شاء الله لينا لقاءات تانية في المستقبل ونتكلم على مواضيع مختلفة. ولكن بنطلع دلوقتي بريك وبنرجع نكمل إن شاء الله. شكرا.